بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أبنائي الطلاب في درس جديد مادة التوحيد علامات الساعة. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة. من علامات الساعة ونعيم القبر وعذابه وأحوال يوم القيامة وغيرها من الغيبيات. ما المراد بعلامات الساعة؟ هي الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكون قبل قيام الساعة وتدل على قربها. وقت قيام الساعة، قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو من مفاتح الغيب التي استأثر الله بها، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي يرسل. والدليل قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. نشاط واحد، قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى. استخرج 3 فوائد من الآيات. ليس لأحد السؤال عن وقت القيامة. أن علم الساعة من أمور الغيب التي اختص بها سبحانه وتعالى نفسه. لا بد لكل مسلم أن يستعد ليوم القيامة ويخاف من هذا اليوم. علامات الساعة، علامات الساعة على نوعين، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. أولا العلامات الصغرى، وكثير من هذه العلامات حدثت، وكثير من هذه العلامات الصغرى حدثت، وهي كثيرة منها. 1 قلة العلم الشرعي وظهور الجهل، قلة العلم في قلة العلم في الأمور الشرعية وظهور الجهل. 2 كثرة الفتن والزلازل. 3 كثرة القتل، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. ومعنى الهرج هو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. 4 تقارب الزمان بسرعة مروره. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، يعني السنة تكون مثل الشهر في سرعة مرور الأيام، ويكون الشهر كالجمعة، يقصد فيها أسبوع، يكون الشهر مثل الأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، يعني يكون الأسبوع مثل اليوم. والمراد بتقارب الزمان هي سرعة مرور الأيام، سرعة مرور الأيام. التطاول في البنيان والعمران والبيوت وإلى آخره. تضيع الأمانة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن وقت قيام الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف ضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. 2 العلامات الكبرى، وهي علامات تكون قرب قيام الساعة، وبعد هذه العلامات مباشرة تكون نهاية الدنيا، تكون نهاية الدنيا والتجهيز ليوم الآخرة. العلامة الأولى الدخان، وهو دخان يأخذ بأنفاس الكفار.
فينتفخ منه الكافر، أي يتأذى منه الكفار أذى شديدا. أما المؤمنون فيأخذون منه كهيئة الزكام، يعني لا يتأثرون مثل الكفار كهيئة الزكام أو الحساسية. اثنين، الدجال هو رجل كاذب كافر يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية. إذن الدجال هو رجل كاذب أعور، وفتنة الدجال من أعظم الفتن التي ما من نبي إلا وحذر أمته منها. ونحن في كل صلاة من صلاتنا نتعوذ من الدجال. الدجال يمكث في الأرض 40 يوما يتنقل بين الأرض، إلا مكة والمدينة لا يستطيع الدخول إليها. يفتن الناس في دينهم، يجري الله سبحانه وتعالى على يده خوارق يختبر فيها المؤمنين. يأتي من هذه الخوارق، يأتي إلى الرجل ويقول: هذا قبر أبوك؟ فيقول: نعم. فيضرب على القبر فيخرج الذي يخرج ليس أبوك، لأنه لا يمكن أن تموت نفس فتعود إلا يوم القيامة. يعني الدجال يضرب القبر يسأل الرجل فيقول: هذا قبر أبوك؟ يقول له: نعم. فيضرب على القبر فيخرج الذي يخرج ليس بأبوك. لماذا؟ لأن الذي يموت لا تعود نفسه إلا يوم القيامة. طيب من الذي يخرج؟ الذي يخرج شيطان على هيئة أبوك، فيقول: يا ولدي اتبعه إنه على حق. لذلك الدجال من أعظم الفتن، ويجلس في الأرض 40 يوما كما قلنا. فينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال. ثلاثة، الدابة، وهي دابة يخرجها الله قرب قيام الساعة. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة في الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أربعة، طلوع الشمس من مغربها. تطلع الشمس من المغرب، الآن تطلع الشمس من المشرق، لكن قبل قيام الساعة أو من علامات الكبرى أن تطلع الشمس من المغرب ليس من المشرق. وإذا خرجت أو طلعت الشمس من المغرب، هنا تضع الملائكة أقلامها، فلا توبة ترفع ولا عمل يقبل ولا دعاء يسمع. إذا خرجت أو إذا طلعت الشمس من مغربها يبدأ يخاف الناس ويرجعون إلى الله ويتوبون ويدخلون في الإسلام، ولكن عند طلوع الشمس المغرب تضع الملائكة أقلامها، فلا توبة ترفع ولا عمل يقبل ولا دعاء يسمع. خلاص انتهى كل شيء.
بدأ التجهيز ليوم القيامة. عند طلوع الشمس مغربة هنا بدأ التجهيز ليوم القيامة. فالأعمال لا تقبل ولا دعاء نسمع. خمسة، نزول عيسى عليه السلام من السماء. ستة، خروج يأجوج ومأجوج وهم قوم من بني آدم مفسدون. هم قوم من بني آدم مفسدون. ينهدم السد الذي بناه ذو القرنين. ينهدم السد الذي بناه ذو القرنين، بناه بيننا وبين يأجوج ومأجوج. فإذا انهدم السد انطلقوا كالأمواج من كثرتهم. بشر لا يعرف عددهم إلا الله. إذا يأجوج ومأجوج هم بشر لا يعرف عددهم إلا الله. يفسدون في الأرض، فيرسل عليهم الله دود ينتشر فيهم فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة. فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة. خصف في المشرق، العلامة السابعة. الثامنة، خصف في المغرب. التاسعة، خصف في جزيرة العرب. الخصف ما هو؟ الخصف في المشرق وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب. الخصف هو مدينة كاملة يخصف بها الله في ليلة واحدة. فيبحثون عنها، عن هذه المدينة، فلا يجدونها. ثم يأتي خصف في المغرب فيخصف بها الله في ليلة واحدة. فيبحثون عن هذه المدينة فلا يجدونها. ثم يأتي خصف في جزيرة العرب فيبحثون عنها فلا يجدونها. عشرة، نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر. نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر. سيل من النار تجمع الناس في أرض المحشر وهي الشام. الدليل على هذه العلامات حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نشاط اثنين، أصنف ما هو معدود من علامات الساعة الصغرى وما هو معدود من علامات الساعة الكبرى. هذا النشاط اثنين تحلوا ان شاء الله في البيت، بسيط جدا. ثمرة تعلم اشراط الساعة، ما الثمرة، ما الفائدة من تعلمنا لاشراط الساعة؟ واحد، زيادة الايمان وتقويته. كي تزيد من الايمان والطاعة والعبادة. اثنين، الاستعداد للقاء الله عز وجل بعمل الطاعات واجتناب المعاصي. ولما
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم له: وما أعددت لها؟ وما أعددت لها؟ نشاط ثلاثة: جاء ذكر أشراط الساعة في سورة محمد، أذكر الآية ورقمها وثلاثة فوائد منها. قال تعالى: فلينظرن إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أشارت هذه الآية إلى مجيء أشراط الساعة. اثنين: أن الساعة تأتي بغتة. الواجب تقويم صفحة 52. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.